الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل هذا العمل خالصا ولوجهك، اللهم اجعل هذا العمل متقبلا ولوجهك خالصا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم استطيع أخر تكتب زبلة خطوي مع سيارة ما أثو قونا حتى اللي شغالة ما في عبتك أنا في إزقوها قد وطع برميت قصدك شاتا يعني تكتو يعني تحرتو جسد يعني قلتو تحرتك توق فرزات كي أقول كما تكتو أنسد قد وطت زقوها شكا زبلة جرى تحمل جسدو شان صحيح بشني وجسدو زقيا وخلتشت وخلتشت وغديلت في أداك إلى جوها فنشفني مش أصول ويبتشت مثل يعني تحرمز في الغادرة والعياذ بالله لو تصفمي هدفة دون عين تتزوجة أو لو بسمانمي هدفة من دون عين جل لو يهدفة ورس مش أصول كون زي دوجة سنة لا عمرو تفقوا رداء خلص دوجة سنة لا عمرو سيد حماتة زي دوجة سنة عمرو خوجو سزري عقام عزيز عني زي دوجة سنة تدر الصفم أكيد يجب أن يكون فائد في أسلوكي يجب أن يكون بسؤالة تارت أطلق في ميزانة الحنفية تفكر حفرة لاجر نبقى فدام تصف ما قاعد أقول فرش يعني أحتك سيجا وكي تحتشتا تصف ما قاعد أشين فرش يعني أحتك أن دائما تشيل لد تصف ما قاعد أشين فرش تصف ما يفتو زي صوت تشتا يجب أن فرش يجمع زهتر مثلا رشكايخ جيريخ يش كان خمس جرام شتيخ يوصل نفس كان زفوس يوصل مقع 50 فوس او يفنا خريشت شتا لا خاطر خبرتي او با جماعه است تقتل وجه قرا ورا باش حفظت وجه تاعي بس يا فتا بيج قال صفك اي قيم في الفوس جي يوصل اي قيم في الفوس جي زاري او تشسن فوس جي يش ولد زيس حبس اظن انك فدمت اللجرة زاد او تشسن فوس جي خاطر قتل صف وفد سفل وإذا كنت تسجل تصيد دم تحبش أن تقرب خطر وزاري العغر وزاري اسمع قرر شاهم وزاري كلا كما وزاري بورا يوم تبقى بزود دي أنا خطأغو بفرصان يا أبا يقيد سحكرة ما فتبقى بزاك من أبس فخمي أصلا خمي أكو آيه قجيه قيل اسمع قه قيل آخرين يعني يبتتي هدفة يفدر قال يفدر تصف موكوي سيكوي قال نبيت صفقت مي هدفه زاد وجه سنرى اقوتت لوجه فاني ينبح يخليك وحدات لو شرف رجتي بقرر وجني يعطوك حاجته انما بس منم تلوي هدف بوقت الفاير تلوي طاش حاجه بوقت الفاير هذا زي وجه سنرى الله سبحانه وتعالى ويتحمته زي وجه سنرى ومشي تكوت كي دون قوتت وفي غبتت بس نوزي وسكا القرم وشتري وقيتت تحافظ تحام وزدري حيرم تحامي وجه جبريل قيجن وريغ وجسد ملائكة كتم وجسدين دنيا تتم يا براحته وراء غاري وجسد وينبقي غنفت ويبقي غنفت تدقي ويبق نفن وقصد حابب زي وجسد في أورا حديث قدسي مجا عن بار صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لي ولد حم من بارك عن خير وتجد حمي باغي وكير وتجد قرآن أتنى إنما حديث قلسي حمي باغي وكير وتجد من بارك لي ولد بيقز في شريقه في زيغا بيري واسي أولياء ماشيشن ولي يتلو تحام تبلع غربا تحامي ولي جاري اوه زيغا بيري اوه تحامي اوه زاوة دقو خرم فد يعني تحام زاوة قصد ويخي اوه زيغا بيري اوه سيغو غري اوخرة تصفخر قص ششتخرة سزريج عسل تصفخر تاقوة زاكتك سي أولياء اخر قيم زاري اخرى زيغا بيخرة شار اخرى تحام دقو بخرم زاوة حمي أولياء ماشي جوز بغبيرهم حمزة عودة وبخنفة تيورا
تسل حالكم جي و فرائد تحب تيل حالكم جي تحب تبلعوا أخو أنا قلت وش قاعد تبلعوا تكتوخو نوافل يعني فرائد ما بليكي واجبات ما بليكي زيادة هي بأخو قبتم تلك أنا تحب تبلعوا أخو تحب تبلعوا تحب يمكسر تحب زي مكسر بنا رحتا تحارم يقو نو زرق لرم يا ويغاد خيبه تكتو أري يعني وينا يسلم تخم حلال يا خريف لبتك صار شخص بليكرم مين أبلي أجدب يبكي أني جز غير عرب أصحوا زفقوا بزفقته صار صار يمكنه شو ترى بعد بيجي تقطع قيل ده تخو بي عرب حبيب الرحمن شو ترى تبزبها روبك حرام حتى أخت أخوانا وكش أي حد ديك شو ترى ده تخو بي عرب حبيب الرحمن حافظ زين كسرم يقوى ويبزب كحتر كش أداك يفرق حتر أدرك من فوق يجتكب أيها عبد الله بيطلع بهم وزد يحسر عليك سلام يفعز ويتفكر على الجامية إلى آخر إلى آخره خير وشكر شو غز شكر على وسلوب تر عبد الله بيجي أخر على حلال قبل خطري وزرع بنتني زب سوى قصة أرام يقف فجأة يقف يعني تحمري عبد تحمري ولي مخو هيك معناته أولياء شو هيك أشوف تخلو تفعل ولي أخرى وان أخرى هيك زت زم حديث بيا شقي واتر يا بري و فرائد هي يلجو تسل حالك تنسبع حديثة جرب غزت ولا يا فرائد لو فرائد هي يلجو يا تمنر لو نوافل هي يلجو معناته يا كرم فيصل مقتصد يا ريس لغة عربية مقتصد جاء مقتصد من معنى فرائد هذه اللجنة وفد سفد عشت من عنيمة حب فرائد ابتكار واللجنة جاء يبوا في فر حديثا وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضت عليه يعني تحمي انا حيو قبل ابو زرق مش يا يعني حشي ثوره توج يعني قبل ابو زرق يا قددو فرائد فرار يعني فرائد يوم بيجون ماسك بسرعه وكوك يعني يوم بسرعه يا بنت خمس اوقات تقتل حاله خمس اوقات تقتل حاله وزبلاج زخرة يزومي هو قال يعني تحمي كاسه واللجنه يا قددو يعني قبل ابو زرق اش يقول قبل انا ايت بغدبه يزوم كي غفى صلاه الضحى أنا جاء قيام الليل إلى آخر جاء وقلت فاي أنا ما زهر قال يعني جاء ليس المقتصب يعني فر مقتصب فرائد كما أنا أعتقد معناه تلقى مقتصب داري تحمي جاس دهو يعني بس أشنع غش وأنا فوش وسابق بالخيرات سابق بالخيرات الفوش يعني بلك يشغي فرائد وتحقق لي الحاجة خبا عبدي سمي نفس فاي تحمي لا يا رب سوسي جاس سوسي كده يعني الحمد لله أعلم بلك لي واتشر في قرأ ابن تيمية آية مية بلتقيني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بسم الله كتلا يعني زلو بشكرة زم فرائقه لجي زم سابق بالخيرات نوافل إلى آخره زم ظالم لنفسه حرام قزك إلا حشي حمي يدعو يدعو ربك إلى آخره يعني ابن تيمية تفسير قزري أورا جاء شريء يحاتي أو جنتي بس تكتو أدر الظلم يسوء ظالمة يعني ليشي في علي تلبتا ما زلت بس كاو قيجي إلى آخر تيغتينا بس كاو قيجي إلى آخر تلبتا يبوا مسروق يسوء عائشة رضي الله عنها يبجر خطئ سابق بالخيرات سواتي آخر سابق بالخيرات أنا قامت لهم عائشة رضي الله عنها سابق بالخيرات وغنبانه صلى الله عليه وسلم ريوساعة كذلك يعني صحابك ودزاوك إلى آخره يعني شو غمي أبكي أبيت كذلك أكما قاعد كيشك وآخر هاري و أنا قاعد أكما يقوش قاعد وآخر إحسابي يشكما يعفي دزاسو شكتارا يعني سابق بالخيرات غنبانه ريوساعة دزاوك يعني حكيم زي أبوك يعني طاعت كذلك شو يقلك أفادو دوناي مقتك بخير يعني أنا قاعد كنت ظالم لنفسه يعني بخجرة كبر يعني يا إما كنت ضعيفك ولا سريبا يعني يبس تواضعك عائشة زيارة رضي الله عنها قام بعد مش الصلاة عليه وسلم يعني ركعتين وريش ما تزجى هي تسق إلى تشغل أو أنا ما زم واحد زت ريخرم جنت مي وكيف زي شاف قام فدو إنما كان يعني زر تفتزي إيمان تقي قام بعد تفتزو تبلا جار زت زك ليجوا تواضعك هيك أرتي شاب او بوشر تحمتي جسن تحمتي لي جسن او كوشر زبلج هرم تحمري جسن طا شاب يا بوك يا ترى او غير